امبارح في بداية الحلقة كنت اتكلمت عن الدولار وعن عن الذهب، الدولار ده لسه جايين له، يعني عن الذهب وعن سعره. والحقيقة انا بقول لك الدولار اتلخبطت، يعني وانا جاي اقول الذهب قلت الدولار، الحقيقة ما بقاش فيه فرق بين الاثنين. فجأة وبدون مبررات كده اتحول كل منهم لسلعة، سلعة الكل عايز يقتنيها ويخزنها ويجمد فيها فلوسه. فالنهارده سوق الذهب في مصر في حالة من الجنون، في حالة من الجنون. يعني امبارح كنا عرضنا لكم منصة اي ساغة اللي قالت انهم وقفوا على المنصة بتاعتهم نشر اي اخبار عن اسعار الذهب بسبب الاضطراب اللي موجود في السوق. فمن امبارح للنهاردة ما زال الاضطراب موجود وما زال الارتفاع بجنون موجود في سوق الذهب المصرية، مش العالمية، المصرية على وجه الخصوص. النهاردة عيار 24 3800 جنيه، 3800 جنيه اللي هو امبارح كان ب 3600، النهاردة ب 3800. ال 21 ب 3300، اللي امبارح كان ب 350، النهاردة ب 3300. ال 18 ب 2829، عشان الدقة بس يا جماعة قلت لكم 3800، ال 24 3771. وكل الكلام ده، كل الكلام ده من غير لا دمغة ولا ضريبة ولا مصنعية ولا باقي الحاجات بقى اللي هي ايه، عشان زي ما اتفقنا امبارح ان بنبدأ من 90 جنيه الحد الأدنى تكلفة على كل جرام ذهب وصولا الى 1000 بقى و 1500، زي ما تكون انت بتشتري ذهب شكله ايه ومنين والمكان اللي بتجيبه. الجنيه الذهب اللي قلت لكم امبارح لما اخذنا الاخبار الخاصة بالذهب كان ب 24 و 800، قفلنا الحلقة أو قفلنا الفقرة بتاعة الذهب وهو ب 25 و 200، 25 و 200، قلنا زاد 400 جنيه في ساعتين تقريبا. النهاردة ب 26 و 400، يعني زاد تقريبا 1000 جنيه جنيه الذهب. اللي بيحصل في سوق الذهب، اللي بيحصل في الأسعار، الحقيقة في شيء مش مفهوم، مش معقولة. يعني الكلام اللي هو بقى يقول لك ايه، اصل الحد ما نسعرش، اصل الاثنين ده لسه السوق بيبدا، النهارده بقينا الثلاث والاسعار يعني مش مبشره اطلاقا. وقلت لكم امبارح بعيدا عن بقى الكلام اللي بيقولوه بتوع شعبه الذهب في مصر والكلام ده كله، الذهب هيرتفع وفي خلال ثلاث سنين هيوصل ل 3000 جنيه، 3000 دولار للاونصه، اللي هي النهارده ب 2150 هتبقى ب 3000 دولار، ده السعر العالمي. مصر بقى ماشيه بسعر لوحدها، يعني مصر حتى مش ماشيه على السوق العالميه او السعر العالمي او البورصه، لا في مصر احنا عاملين له تجاره خاصه باسعار خاصه، حاله كده فريده. معلش احنا حالا عرضنا اسعار امبارح عشان بس نقارن بين اسعار امبارح واسعار النهارده. ادي امبارح اهو ال 24 كان ب 3600، النهارده عامل 3771، يعني بزياده 171 جنيه لكل جرام، 171 جنيه. ال 21 كان ب 3150، النهارده ب 3300، يعني زياده 150 جرام، 150 جنيه. ال 18 من 2700 ل 2829، ال 14 امبارح كان ب 2100، النهارده الحمد لله مش معايا، عشان قلت لكم ان 14 ده يا جماعه حاجه زي الاكسسوار ما تضيعوش فلوسكم عليها. جنيه الذهب امبارح اخر حاجه اهو اختتمنا بيها اليوم 25200، النهارده 26400. الحقيقه محتاجين تفسير، يعني فعلا لازم يكون في وقفه حقيقيه كده، ولازم حد يطلع ويشرح اللي بيحصل في السوق ده ايه، بس يقول كلام منطقي. يعني بعيدا بقى اصل في هجوم على الشراء، واصل في المصريين دلوقتي لديهم رغبه لاقتناء الذهب، يعني هل الذهب كمان بقى زيه مثلا زي البصل، بقى زيه زي السكر؟ انا المعروض اللي عندي ولما بيقل عندي هو ده اللي بيحدد سعره؟ انا افهم ان السعر ده يتحدد ويطلع وينزل واحنا بنتكلم مثلا على المصنعيه، لكن بنتكلم على الأصل الثابت نفسه بتاع المعدن هو اللي فيه عندنا مضاربة داخلية زيه زي الدولار بالظبط، يبقى السعر الرسمي في العالم كله برقم وعندك أنت برقم تاني، دي كارثة ودي إشارات مش جيدة أبدا أبدا أبدا. الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب بيقول إن الارتفاعات اللي موجودة دلوقتي غير مبررة،
والسبب ايه بقى من وجهة نظره؟ قوة الضغط، قوة الضغط الشرائي هي اللي رفعت أسعار الذهب بالشكل ده. الله يخليك. هو طبعا الارتفاعات اللي موجودة ارتفاعات قوية، ونقدر نقول برضو انها يعني غير مبررة، او انها ارتفاعات غير منطقية، وده نتيجة زيادة يعني ضغط القوة الشرائية فترة قصيرة جدا واكثر من المعروض. وعلى فكرة الذهب قبل كده برضو وصل 2850، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور عالم صلاح بمبادرة اسمها زيرو جمارك، دي دخلت اللي هي الوافدين المواني والمطارات. الحقيقة موضوع ان الارتفاع الكبير اللي موجود في سعر الذهب ده بسبب ضغط الشراء، ضغط القوة الشرائية، الحقيقة ده كلام الحقيقة محتاج وقفة، يعني فعلا محتاج وقفة. ان احنا كده حولنا الذهب، حولنا المعدن لسلعه، وانا متفهمه كويس جدا جدا جدا، متفهمه جدا جدا جدا، ولو بدي نصيحه لحد رغم ارتفاع السعر اللي موجود في مصر ده، انك تشتري النهارده احسن ما تشتري بعد اسبوع. يعني تخيلوا بقى انا اللي بقول لكم الكلام ده، لكن في النهايه انت بتشتري حاجه باكتر من ثمنها، بتشتري المعدن باعلى من سعره، باعلى من سعره عالميا وباعلى من سعره محليا. لازم يكون في ضبط للسوق، لازم يكون في تدخل لضبط سوق الذهب. وفكره ان ازمه الذهب دي بتتكرر كل شهرين ثلاثه زيها زي الدولار، الحقيقه دي كارثه، دي كارثه لازم يكون في مسؤول عنها، لازم حد يحط لها حد، حتى لو قفلت التداول بسوق الذهب وفي الصرافه، مش في الصرافه، في الصاغه اسبوع لغايه لما تعرف تظبط السوق، لغايه لما تعرف تضبط الاسعار. يعني حتى الناس اللي معاها فلوس، حتى الناس اللي معاها فلوس وعايزه تاخد من الذهب اللي تامن بيه فلوسها وتشيلها فيها، على اللي بيحصل ده، ده جنون. جزء من المدخرات بيروح، حتى يعني مش عارفه والله، ما عارفه اقول لكم ايه. يعني كل المؤشرات بتقول ان في ارتفاع كبير جاي في الذهب، بس انت دلوقتي برضو بتشتريه بالغالي، يعني حتى دلوقتي بتشتريه باعلى من قيمته. وده حاجه كده شبه اللي قالها امبارح الدكتور احمد خزيم، ان سعر الدولار في السوق، الدولار بقى في السوق اعلى من سعره، يعني 53 جنيه لكل دولار، ده رقم اعلى من قيمه الدولار. نفس الحكايه 3600 جنيه للجرام، ده اعلى من قيمته. ففعلا شيء مربك، مربك جدا جدا جدا. إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات بيقول ان شراء المعدن بعد ارتفاع سعره بيعمل ازمه. لا، خلينا نرجع ليوم الجمعة. يوم الجمعة كان آخر يوم تداول في البورصة، حصل ارتفاعات لأنه النهاردة إجازة للكريسماس. كل سنة وحضرتك طيب. فيوم الجمعة كان اليوم الأخير للتداول في البورصة، فحصل فيه ارتفاعات كبيرة في البورصات العالمية. الارتفاعات الكبيرة اللي في البورصات العالمية دي الميرور بتاعتها هو السوق المصري، فبالتالي حصل ارتفاعات في السوق المصري. انعكست هنا في مصر. بالظبط.